قصة قضية فلسطين. سنتحدث في هذا الفيلم عن قضية فلسطين وكيف تطورت أحداثها في 50 سنة التي سبقت حرب النكبة. تقع فلسطين في منطقة جغرافية مميزة باركها الله تعالى. سكنها اليبوسيون منذ 6000 سنة واستقروا في القدس التي عرفت آنذاك باسم يبوس. وتبعهم بطون الكنعانيين الذين استقروا شمال فلسطين حيث عرفت فلسطين بأرض كنعان. أما اسم فلسطين فقد جاء على الأغلب من قبائل باليستيا الذين دخلوا البلاد عبر البحر واندمجوا مع أهلها فأصبحت تعرف باسم فلسطين. تناوب على حكم فلسطين الكثير من الأقوام. وكان آخرهم المسلمين الذين امتد حكمهم إلى ما يقارب 1100 عام تقريبا. ولقرون عديدة عاش أتباع الديانات من مسلمين ومسيحيين ويهود في أرض فلسطين مسالمين مطمئنين. ومع نهاية القرن 19 بدأت تظهر ملامح المخطط الصهيوني وبدأت الفصول الأولى لقضية فلسطين. في تلك المرحلة كان عدد سكان فلسطين يقرب من 460,000 نسمة ولم يشكل اليهود سوى 3% من عدد السكان آنذاك. ومع تصاعد القومية الأوروبية زاد اضطهاد الأوروبيين لليهود، فبدأ اليهود بتنظيم أنفسهم والتفكير بالهجرة من بلادهم. ولكن إلى أين؟ هذا ما بحثه الصحفي اليهودي ثيودور هيرتزل الذي ألف كتابا يدعو فيه لإقامة وطن يجمع اليهود المتفرقين، حيث اقترح فلسطين والأرجنتين ومناطق أخرى من إفريقيا. وأقيمت مؤتمرات يهودية متتالية لجمع التبرعات ودعم الحركة الصهيونية، ووقع الاختيار على فلسطين. كما قام اليهود المتنفذون في بريطانيا وأمريكا وغيرها من الدول بالضغط على حكوماتهم لدعمهم في هدفهم. وبدأت هجرة اليهود إلى فلسطين. هاجر 25,000 يهودي إلى فلسطين قادمين من أوروبا الشرقية وروسيا، فأصبحت نسبة سكان فلسطين من اليهود 5%. وسنرى كيف كانت هذه الهجرات الكثيفة المتتابعة لليهود المحملين بالفكر الصهيوني سبباً رئيسياً في محنة الشعب الفلسطيني. فمع كل هجرة كانت المشاكل على مصادر الرزق والسكن والأراضي مع أهل فلسطين الأصليين تزداد. وقد قدم وجهاء القدس عام 1891 احتجاجاً إلى السلطة العثمانية طالبوا فيها بوقف هجرة اليهود الروس إلى فلسطين وتحريم استملاكهم للأراضي فيها. لكن هجرة اليهود لم تتوقف، وهاجر 40,000 يهودي إلى فلسطين، فزادت نسبة سكانها من اليهود إلى 8%. مع ضعف الدولة العثمانية وانتهاء الحرب العالمية الأولى، تقاسمت بريطانيا وفرنسا بلاد الشام حسب اتفاقية سايكس بيكو، ثم سيطرت بريطانيا على فلسطين بموجب اتفاقية سان ريمو، ووافقت على تطبيق وعد بلفور. فما هو وعد بلفور؟ في عام 1917 أعطت بريطانيا وعداً سرياً لليهود يقتضي مساعدتهم على إقامة وطن قومي لهم في فلسطين وتسهيل الهجرات الكبيرة وتملكهم للأراضي فيها. كما حظي هذا الوعد بتأييد الحكومة الأمريكية، وكان لهذا الوعد أثر قوي على القضية الفلسطينية. ثم وصلت الموجة الثالثة من المهاجرين إلى فلسطين، فزادت نسبة اليهود إلى 12%. بالرغم من ذلك إلا أن نسبة امتلاكهم للأراضي لم تزد عن 3%. مع هذه التطورات تغيرت تركيبة السكان في فلسطين، وتفاقمت المشكلة بين العرب واليهود، فعقدت 7 مؤتمرات فلسطينية كبيرة لرفض وعد بلفور، واندلعت أول انتفاضة فلسطينية. ثم شهدت يافا اضطرابات كبيرة، وعقد مجلس في نابلس يدعو إلى المقاطعة الاقتصادية مع الصهاينة، وتأسس المجلس الإسلامي الأعلى بقيادة الحاج أمين الحسيني. وفي المقابل
تأسست الهاغانا كمنظمة عسكرية صهيونية مع أنها كانت سرية وغير مشروعة، إلا أن الانتداب البريطاني ساعدها وغض الطرف عن نشاطاتها، بينما لاحق البريطانيون أي عربي يخبئ سلاحا في بيته. وتوالت هجرات اليهود من بولندا وروسيا وألمانيا وغيرها بشكل كبير، فوصلت نسبة اليهود إلى 17%. وحدثت اضطرابات دموية حول حائط البراق، واتسعت دائرة المشاركة الشعبية في المظاهرات، حيث خرجت مظاهرة القدس الكبرى عام 1933، وبعدها بعامين استشهد الشيخ المجاهد عز الدين القسام ورفاقه في معركة يعبد، وهم يقاتلون جيش الاحتلال البريطاني. ثم وصلت دفعة أخرى من المهاجرين اليهود، شملت حوالي 250,000 يهودي، فوصلت نسبة اليهود في فلسطين إلى 30%. الثورة الفلسطينية الكبرى. اندلعت الثورة الفلسطينية الكبرى ضد البريطانيين والعصابات اليهودية في كل أنحاء فلسطين، وكانت هذه الثورة أعم وأكبر من سابقاتها، وبدأت بإضراب عن العمل لمدة 6 أشهر. خلال فترة الثورة أسست الحكومة البريطانية لجنة بيل التي أوصت بتقسيم فلسطين إلى دولة يهودية ودولة عربية مع بقاء القدس تحت الانتداب البريطاني وتهجير مئات الآلاف من العرب من مناطق الدولة اليهودية إلى العربية. في تلك الفترة لم يملك اليهود سوى 5.5% من أرض فلسطين، ومع ذلك كانت الدولة اليهودية المقترحة تشمل 33% من أرض فلسطين. رفض الفلسطينيون هذا الاقتراح ولم يقع تحت التنفيذ. وتحت ضغط الثورة قامت بريطانيا بإصدار بيان عرف بالكتاب الأبيض يحظر استمرار الهجرة اليهودية إلى فلسطين خلال 5 سنوات، وعرضت الاستقلال للفلسطينيين خلال 10 سنوات. رفضت الحركة الصهيونية تلك المقترحات، وشنت العصابات المسلحة مثل الهاغانا والإرغون وشتيرن عمليات دموية ومذابح ليس ضد الفلسطينيين فحسب، بل ضد البريطانيين أيضا، من أجل إجبار بريطانيا على الانسحاب من فلسطين لتأسيس الدولة اليهودية. ومن أشهر عملياتهم الدموية تفجير فندق الملك داود في القدس الذي كان مركزاً لحكومة الانتداب البريطاني آنذاك. مشروع تقسيم فلسطين. في عام 1947 قررت بريطانيا ترك فلسطين، وطلبت من الأمم المتحدة تقديم توصياتها. فعقدت الأمم المتحدة جلسة طارئة واقترحت مشروع تقسيم فلسطين المشهور باسم قرار 181. نص القرار على تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية على أن تبقى القدس منطقة دولية. حظي هذا القانون بموافقة الأمم المتحدة وبدعم الاتحاد السوفيتي وأمريكا. في تلك الفترة لم يملك اليهود سوى 6.5% من أرض فلسطين، بينما أعطى القرار 56% من أرض فلسطين إلى اليهود. رفض الفلسطينيون والعرب قرار التقسيم ولم ينفذ القرار. واتضح للجميع أن حربا شاملة على أرض فلسطين على وشك الوقوع، فأعلنت الهاغانا التعبئة العامة ودعت اليهود التي تتراوح أعمارهم بين 17 و25 سنة للتسجيل في الخدمة العسكرية. في المقابل نظمت الجامعة العربية جيشا سمي بجيش الإنقاذ. وجاءت موجة أخرى من الصهاينة إلى فلسطين، فوصلت نسبة سكان اليهود إلى 31% قبيل النكبة، ومع ذلك لم يملكوا سوى 9% من أرض فلسطين. وهذه الصورة تبين ما ملكه اليهود في تلك الفترة. في عام 1948 انسحبت بريطانيا من فلسطين، واندلعت الحرب بين الجيوش العربية وبين اليهود، وانتهت الحرب بفوز اليهود واحتلالهم 78% من أرض فلسطين وإقامة دولة إسرائيل عليها، واعترفت بها أمريكا فورا. وفي السنة التالية انضمت إسرائيل إلى الأمم المتحدة كدولة معترف بها عالميا.
وبفعل الحرب تقسمت القدس إلى قسمين، غربية بيد اليهود وشرقية بقيت بيد الأردن، ثم احتلتها إسرائيل عام 1967، من 9% قبل الحرب إلى 78% بعد الحرب. هذه هي نكبة 48. إذا أردنا أن نلخص سبب نشوء القضية الفلسطينية، فالمشكلة الرئيسية هي الهجرة الكثيفة لليهود المحملين بالفكر الصهيوني القائم على أن أرض فلسطين لهم وحدهم، وعليهم أن يقيموا عليها دولتهم بأي وسيلة كانت، وبلا اهتمام لمصير الشعب الأصلي في فلسطين. وقد تواطأت الدول الاستعمارية على تنفيذ وتسهيل هذا المشروع الاستيطاني الذي يتوافق مع مصالحها الاستراتيجية، الأمر الذي أدى إلى نشأة قضية فلسطين ومحنة الشعب الفلسطيني.